صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير هزار، هل أنت مسافرة؟ لابد من ذلك. بلا عودة؟ لا أدري، لا أستطيع الإجابة الآن. إلى أين تسافرين؟ لمكان بعيد عن هنا. عند من؟ سأتصل بك فور وصولي وأخبرك بكل شيء. ستعودين يا هزار، قولي إنك ستعودين. لا أدري، كل ما أدري أن علي أن أسافر. قد يتألم باسم بسبب سفرك مثل ما سنتألم نحن. أرجو أن لا يقف أحد في وجهي. لا أحسبك تقبلين أن يسافر أخي إلى أفريقيا دون أن تكوني في وداعه ساعة الرحيل. سأودعه من الآن. لكل منا أسبابه التي تدعوه للرحيل، له طريقه ولي طريقي. هزار، باسم ينتظرنا في غرفة الجلوس. كنت أحسب أنني قد تمكنت من إقناعك، وفجأة تبدل كل شيء. ما السبب يا هزار؟ ستذهبين إلى مسعود الخالد، أليس كذلك؟ أجل، ودعني باسم. أتمنى لك التوفيق. هزار، لكنك لن تجديه يا هزار. يؤسفني أن أبلغك أمرا محزنا. ماذا؟ مسعود الخالد قصره الآن رماد. احترق قصره، أما هو فلا أحد يعرف عنه شيئا. كيف علمت؟ ولماذا لم تخبرني حتى الآن؟ تكلم، صمتك لن يحول دون رحيلي ومعرفتي للحقيقة. Thank you.
طاب مساؤك يا سيدي. طاب مساؤك يا أنسة. أية خدمة؟ هل عرفتني؟ أنا هزار، المربية التي كانت تعمل في قصر السيد مسعود الخالد. آنسة هزار، أهلا 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 وسهلا. أهلا بك. كيف حالك؟ أين أنت؟ تفضلي تفضلي. شكرا. لن أخذ من وقتك كثيرا، جئتك لأستوضح منك عن الذي حدث لصديقك السيد مسعود. إنما حدث يا أنسة هزار كان كارثة بالفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي حدث له وكيف احترق قصره؟ كانت كارثة رهيبة، ولم يكن بإمكان أحد من رجال الإطفاء أن ينقذ شيئا من نفائسه الثمينة. ما يهمني معرفة ما حدث له وسبب الحريق. إن المجنونة تمكنت ليلة الحريق من مغافلة المرأة المسؤولة عنها وأشعلت النار في القصر. هل من المؤكد أن المجنونة هي التي أحرقت القصر؟ هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. يقولون إنها أرادت من وراء الحريق أن تحرق زوجها، ولكنها لم تكن تدري أنه لم يكن نائما ساعتها، بل كان يقرأ في مكتبه. مسكين، لحق بزوجته إلى سطح القصر محاولا إنقاذها قبل أن يتداعى سقف القصر عليها، ولكنها وثبت من على السطح وسقطت على أرض الحديقة جثة هامدة. وهو هل حصل له مكروه؟ عندما كان عائدا من السطح انهار عليه أحد الجدران فكسرت ذراعه اليمنى، وبعد أن استطاع الخادم مبروك أن يرفعه من تحت الأنقاض حملوه إلى المستشفى، وهناك تبين أن أصابته المباشرة كانت في عينيه. هل فقد البصر؟ الأطباء يقولون إن هناك أملا بإنقاذ إحدى عينيه. شيء لم يبق هناك أحد من معارف السيد مسعود إلا وحزن على هذا المصير الذي انتهى إليه هذا الإنسان. أنا شخصيا انقطعت أسبوعا كاملا عن مقابلة الناس. الرجل لم يكن مجرد صديق، بل إنه صاحب فضل علي، ولولاه لما كنت اليوم مديرا لهذا الفندق. وأين هو الآن؟ هل تعرف مستقره الحالي؟ يقيم في بيت صغير ضمن مزرعة يملكها تبعد من هنا حوالي 100 كيلومتر. إنه يعيش في عزلة تامة، ولقد صرح كل ما لديه من خدم واكتفى بخادمه مبروك. هل لديك مستخدم يستطيع أن يرافقني إليه؟ سأعطيه أجرا كبيرا إن فعل. لا عليك، لا عليك يا أنسة هزار. ولكن أنت أين اختفيت طوال هذه المدة؟ أمور كثيرة حصلت معي بعد رحيلي عن القصر. المهم الآن أن أصل إلى السيد مسعود بأقصى سرعة ممكنة. الوقت متأخر الآن والمسافة طويلة، لماذا لا تسافرين غدا؟ لا أستطيع تأجيل سفري، فأرجو أن تتكرم بتكليف من يوصلني إلى مزرعة السيد. لدي مستخدم من سكان تلك المنطقة، ولكنه لن يأتي إلا صباح الغد. على كل حال سأحجز لك غرفة تقضين فيها الليل، وعند الصباح يرافقك مستخدمي إلى هناك. سأنتظر حتى الغد، شكرا لك. تفضلي معي. هل لديك حقائب؟ لدي حقيبة واحدة تركتها في سيارتي خارج الفندق. تفضلي.
فندق قريب من الناس الذين أتيت لأطمئن عليهم. هل اجتمعت بهم؟ هل رأيتهم أخيرا؟ لقد رحلوا من هنا، لكني عرفت مكانهم الجديد، وغدا صباحا أتوجه إليهم. ليتك تعدلين عن قرارك هذا وتأتين إلينا يا هزار. مستحيل، لم يكونوا بحاجة إلي في يوم من الأيام الماضية مثل حاجتهم إلي اليوم. كيف حال باسم وبسمة؟ باسم حزين لسفرك، وكذلك بسمة وأنا وحليمة. من سمح لك بإعطاء رأي فيما أنا عليه يا نوال؟ تحدثي عن نفسك فقط. كأني سمعت صوت باسم، ما الذي قاله؟ ليس أمرا مهما، أخبريني، هل أنت مسرة للذهاب للبحث عنه؟ ذلك أمر حسمته ولن أتراجع عنه. أبلغي الجميع تحياتي. ابقي معنا على اتصال، إن أخي سيسافر خلال أيام محدودات. سأتصل بك قريبا، تصبحين على خير. لم تكن عصبيا مثلما أنت الآن. لن أسمح لأحد بأن يعطي رأيا في دون أن يأخذ موافقتي. هزار تركت بيتنا وهي حرة في أن تفعل ما يحلو لها. يا إلهي، كيف حالك يا مبروك؟ غير معقول، أنا في حلم أم في حقيقة؟ هدي روحك يا مبروك، فبيك أنا هزار. أكاد لا أصدق يا أنسة هزار. خذ مفاتيح سيارتي واحضر لي منها حقيبة ثيابي. حالا حالا يا أنسة. ذلك الفندق. هل علمت يا أنسة هزار أن السيد؟ عرفت كل شيء. يا ليتني كنت بدلا منه. لا تقل هذا يا مبروك، إنها مشيئة الله. أنسة هزار،
هل ستبقين معنا هنا يا آنسة؟ ولن أغادر هذا المكان بعد اليوم. الآن ستعود الحياة إلى سيدي، سيتكلم ويبتسم ويغضب أيضا. عن ابنك إنه يدعوني. اسمع، قل له إن شخصا يريد أن يقابله، ولا تذكر له اسمي. لا أحسب أنه سيوافق، إنه يرفض الاجتماع إلى الناس جميعا منذ يوم الحريق. جرب وعد إلي بجوابه. حاضر. طلب كوبا من الماء. ماذا قال لك بشأني؟ قال عليك أن تبعثي إليه باسمك والغرض الذي أتيت من أجله. عن إذنك دعني أدخل له الماء بنفسي. حاضر. مبروك. تقدم واعطني الماء، ما بك؟ من هنا؟ وقع أقدام غريبة ورائحة عطر تدخل إلى هذا المكان لأول مرة. من هنا يا مبروك؟ اشرب يا سيدي. من؟ أنا من أسميتني بالطاغية المستبدة، أتذكر يا سيدي؟ أعذرني، إن يدي ترتجفان ونبضات قلبي تكاد أن تتوقف. أشعر أن زمن الفرح اللانهائي قد أعادني إلى عالمي الذي خلقت له. هزار، أعد ذكر اسمي يا سيدي، فنبرات صوتك حين تلفظ اسمي أين منها موسيقى الأرهن وجرحة الناي. دعه يحيى من جديد بين شفتيك يا سيدي. سيدي ما بك؟ أبعدي يدك عني. أنت حاقد علي سيدي. اهدأ بحق الله، لأنك لن تتمكن من إرغامي على مغادرة هذا المكان مهما أظهرت لي من روح عدائية. أيتها السماء، اسكبي على روحي المضطربة نعمة السكينة، هبيني القوة على احتمال انسكاب الفرح الهادر بين أضلعي، امنحيني في لحظات انبعاث الأمل نورا من شعاعك يخترق ظلمة عيني ويجعلني أرى صورة عمري الآتية من وراء رماد السنين. هأنذا معك، ولن أغادر هذا البيت بعد اليوم. كنت قاسية. لا يا سيدي. من يضمن لي بأنك لن ترحلي من جديد ويتبدد الواقع ليعود سرابا؟ قدري وقلبي واشتياقي العائد إليك مع فجر الحب الأبدي، كل هذا يحتم علي أن أحيا العمر كله بجانبك يا سيدي. ذلك كان حتميا يوم كنت قادرا على إسعادك، يوم كان شبابي أهلا لحبك رغم الأربعين سنة التي أحملها في رحلة عمري، يوم كانت عيناي تسافران إلى دنيا الأحلام الواعدة ببلوغ ينبوع المحبة كلما التقت عيناك. أما اليوم فأين اليوم من أمس؟
اليوم أنت أجمل، اليوم أحبك أكثر. هزار، واقع الحال يفرض عليك أن تفكري أكثر وأن تفصلي بين العقل والعاطفة. ثق بأن العقل هو الذي يأمرني ويرشدني. كان هذا مقبولا قبل أن تقفي أمام الجدار المظلم الفاصل بين عيني وعينيك. أرجوك، أرجوك لا تقل هذا. ونتجاهل الحاجز المهم. الأهم أنني عدت إليك لتحكمين على نفسك بالسجن المؤبد، بل لأمنح روح الحرية التي هجرتني منذ هجرتك يا سيدي. الحرية المقيدة بأصفاد ضرير مثقل بالآلام. من قال إن البصر الحقيقي مصدره النظر؟ لا لا يا سيدي، فالقلب يبقى وحده طريق المبصرين بنعمة الله. هزار حبيبي، هنا ستكونين ممرضة. هذه منتهى سعادتي. هنا ستكونين سجينة، وهذه قمة حريتي. مبروك مبروك. ما بك يا سيدي؟ ما بك؟ أنا أنت يا مبروك. سيدي ما بك؟ مبروك. نعم يا سيدي. مبروك. نعم يا سيدي. إنها هنا، هنا يا مبروك. أجل يا سيدي. لقد عادت، لقد عادت يا مبروك. الحمد لله يا سيدي. لم أكن واهما أبدا يا سيدي. لم أكن مخطئا يا مبروك. أبدا يا سيدي. اقترب مني، اقترب مني أنت. أنا هنا، هنا يا سيدي. مبروك، لن نكون وحيدين بعد اليوم، لن نكون وحيدين. لقد أشرقت الشمس يا سيدي. اسكت، دع هذا الكلام لي. مبروك. نعم. الآن وخلال ساعات يجب أن تمحو أثار البؤس عن هذا البيت وتعده ليغدو صالحا لساعتي، لساعة الفرحة الكبرى والزفاف يا سيدي. لا تزال هنا، تحرك ونفذ ما قلته لك. لكن ليس قبل أن ماذا؟ أن تضربني على رأسي لأصحو من غيبوبتي يا سيدي. ذهب عليك ألف نعمة يا سيدي، ألف نعمة يا سيدي. اللهم أهبني القدرة على متابعة الطريق، وأهلني لأكون قادرا على إسعادها. لا 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 لا، تفضلي إلى غرفتك، مكانك ليس هنا. بل سأعد العشاء للسيد بنفسي. ماذا عندكم من أطعمة في الثلاجة يا مبروك؟ كل ما تريدينه موجود، حددي نوع الطعام وأنا أعد كل شيء. لم أفهم ما معنى عدم وجود طباخة أو عاملة في البيت يا مبروك. بعد الحادثة لم يعد يقبل السيد بوجود أحد غيري. هناك عاملة تأتي لتنظيف البيت 3 مرات في الأسبوع. أخبرني بصدق، هل يعاني السيد من أزمة مالية؟ أبدا والحمد لله، أبدا. لا لا لا. عجيب أمره. إذن لماذا أهمل عيني حتى الآن؟ إنه رجل نادر الوجود يا أنستي، لو تعلمين لماذا. أخبرني. كان يقول لي لم أعد بحاجة لنظري بعد فقدان هزار. هل تعتقدين أن هناك أملاً باستعادة سيدي لبصره؟ بإذن الله، إنه يرى الآن بعين واحدة، رؤية باهتة، وهذا يعطينا أملاً كبيراً. يا رب يا رب. مساء الخير. أهلا هزار،
مساء النور. هل وجدت الذين كنت تبحثين عنهم؟ وجدتهم أخيرا، إنني الآن في بيته. بيت من؟ بيت مسعود الخالد، الرجل الذي سأكون زوجته بعد أيام قليلة. باسم يعرف عن أخباري الشيء الكثير. أخبريني كيف حال باسم؟ بخير، تركته يتعشى مع نوال. متى سيرحل إلى إفريقيا؟ في الأسبوع القادم. هل ستأتين لتوديعه؟ هذا واجب، لن أتوانى عن القيام به. أضمر لباسم العرفان بالجميل والمودة. كيف حال نوال؟ مشتاقة إليك جدا. متى ستأتين لزيارتنا؟ سأعطيك رقم هاتفي، اتصلي به قبل السفر بيومين وبعدها ترينني عندكم، على أن أعود في اليوم نفسه إلى هنا. ما أشهى رائحة الطعام، أكاد أموت من الجوع. سيكون جاهزا بعد دقائق وأحضره إلى غرفة الطعام. لا، أوصله إلى غرفة الجلوس، سنتعشى أنا والسيد هناك. حاضر. أعرف أنك عاتب علي، لكنني كما تعلم كنت قد ألزمت نفسي بموقف معين. أما وقد زالت الأسباب الآن، فأنا أضع نفسي من جديد بين يديك يا دكتور، ولتكن إرادة الله. شكرا، مع السلامة. هل لي أن أعلم مع من كان يتكلم سيدي؟ اجلسي إلى جانبي أولا. هذا ما بدأته فعلا قبل قليل. حقا يا سيدي، ألا تكفين عن هذه المناداة؟ مسعود، الآن يمكنك متابعة الأوامر. لا تتهكم علي. بل إنني أعني ما أقول، وأنا مستعد للتنفيذ يا سيدتي. إذن بصفتي أقوم الآن بدور الممرضة، سأسمح لنفسي من الآن بعمل ما يلي. يا لك من طاغية مستبدة. صباح الخير. الآنسة هزار، أليس كذلك؟ نعم، أنا الدكتور هشام راجل. تشرفت بمعرفتك، نحن بانتظارك. دكتور، لي رجاء عندك. تفضلي. وضع نفسي يساعدك الآن، فلا تقبل إلا بما تراه أنت مناسبا. ليس من السهل فرض الآراء علي، لقد حاولت معه في الماضي ولم أوفق. الأمر الآن يختلف. أرجو ذلك. التقارير السابقة، ماذا تقول يا دكتور؟ العين اليسرى فقدت نهائيا، أما اليمنى فنسبة شفائها 90%. خيرا إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. صباح الخير يا سيد مسعود. أهلا دكتور هشام، أهلا وسهلا، تفضل اجلس. تبدو اليوم في أحسن حال. الحمد لله. كيف تحب القهوة يا دكتور؟ أفضل شيئا باردا لو سمحت. عصير الليمون؟ لا بأس. أخيرا قررت أن تهتم بنفسك يا سيد مسعود. للظروف أحكام يا دكتور. 10 أشهر مضت على الحادث، لو أنك عملت بنصائحي لكنا الآن قطعنا شوطا كبيرا على طريق التقدم. أرجو ألا تكون قد فاتتنا فرص النجاح نهائيا. قل لي، ألم تراجع طبيبا غيري بعد مغادرتك المستشفى؟ لا أبدا. إذن علينا أن ننطلق من بداية جديدة. تصرف كما تشاء يا دكتور، أنت تعلم مدى ثقتي بك. تفضل. شكرا.
إذن يجب أن نتحرك على الشكل التالي. نعم. أولا انتقالك من هنا إلى المستشفى. موافق. ثانيا إعادة إجراء الفحوصات من قبل لجنة الأطباء. أيضا موافق. ثم إجراء العملية الجراحية في حال الإجماع على هذا الرأي. موافق. اتفقنا؟ ليكن. عظيم. غدا صباحا أقوم بترتيبات الحجز في المستشفى. لماذا لا يتم الحجز الآن؟ سأطلب لك المستشفى، أعطني رقم الهاتف. خير البر عاجلك. أعتقد بأن الأمور تسير على خير ما يرام وبشكل يدعو إلى التفاؤل. والنتيجة متى؟ بعد 4 أيام نفق الأرض. هل هناك أمل؟ الأمل كبير بإذن الله. شكرا، شكرا يا دكتور. أستأذن. مع السلامة. صباح هذا اليوم سمعت تغريد بلبل حول نافذة غرفتي.
وماذا كان يقول؟ وكأنه كان يقول: سل هزار عن معاني أنشودتي فهي تفهم لغة الطيور. إذن لا شك أنه كان يقول إن حبيبي سيشفى ويعود إليه بصره، وعندها سيرى هزار التي كرست حياتها لأجله. هل تسمح لي ممرضتي بالتدخين قليلا؟ لا أنا آسفة. اشرب هذا العصير. يبدو أن العملية لم تكن صعبة كما كنت أتوهم. الحمد لله. ما هي أخبار دلال يا هزار؟ اتصلت أمس بمديرة المدرسة وطلبت منها أن تسمح لدلال بإجازة قصيرة لدى مغادرتك المستشفى، وابتداء من السنة الدراسية الجديدة سأسجل دلال في القسم الخارجي من المدرسة. أريدها أن تعود لتعيش معنا بصورة نهائية. أتدري؟ دلال أصبحت تشكل جزءاً مهماً في حياتي وحياتي أنا أيضاً. ولماذا هذه التجزئة؟ متى كانت حياتي منفصلة عنك يا هزار؟ حتى الآن لم تخبريني عن الأيام التي عشتها مع أبناء عمك الذين حدثتني عنهم، ولكن بشكل مختصر جداً. ستتعرف عليهم عما قريب. قلت لي إن ابن عمك شاب مستقيم وصاحب أفكار قيمة، هل لك أن تحدثيني عنه؟ الآن لن يكون لي حديث سوى انتظار النور الذي ستراني من خلاله بعد عدة أيام. يبدو أنك متفائلة جدا. الدكتور هشام وجميع الأطباء الذين تعاونوا على معالجتك أكدوا ذلك، والباقي عند الله. والآن سأدعك كي تنام وترتاح. صباح الخير. صباح الخير. أهلا دكتور هشام. أعتقد بأن الوقت قد حان لرفع الضمادات عن عينيك. كما تريد. والآن كيف حالك يا سيد مسعود؟ أراكم هزار، إنني أراك. الحمد لله، ألف مبروك. باسم سافر قبل يومين، لقد تأثر كثيرا لأنك لم تكوني في وداعي. بسمة بخير، أتريدين التحدث إليها؟ حسنا. أهلا هزار، ماذا؟ هل نسيتنا؟ ماذا؟ أنا ونوال مدعوتان لعندك. لماذا؟ ماذا؟ حفلة زفافك في الأسبوع القادم؟ لا نعرف البيت، لماذا لا تأتين بنفسك إلينا؟ لا، الأفضل أن تأتي أنت ونذهب برفقتك. حسنا، أعطيني العنوان. لحظة. سجلت العنوان. سنكون عندك مساء يوم الخميس القادم للقاء يا هزار. ألو هزار. حسنا، سنكون عندك مساء يوم الخميس القادم كما قالت بسمة. حسنا، أبلغي تحياتنا للخطيب العزيز. طيب، إلى اللقاء مع قبلاتي وقبلات بسمة. إلى اللقاء.
سعيدة جدا يا أنستي. عذرا لتطفلي، إلى أين؟ سننتظر العروسين في القاعة. كم نحن سعداء يا سيد مسعود. الواقع أن فرحي بازدياد عدد أفراد أسرتي سيكون له أثر طيب على مستقبل حياتي، وكم تمنيت لو أن السيد باسم بيننا الآن. لا بد أنه سيأتي للتهنئة حين يعود من السفر إن شاء الله. نستأذن. والآن كيف يراني سيدي وحبيبي؟ بعين السليمة أراك وكأن عيون العالم كله تسكن فيها. أنت أجمل النساء في نظري. لا تسرف امتداحي كي لا أصاب بالغرور. إليك أمد يدي، يسبقها قلبي ليطوي مسافات العذاب وينطلق من جديد على طريق المستقبل هاتفا. الآن بدأت رحلة عمري المشرقة.